ليال بموسى مباشرة من أمام جمعية المصارف. نعم ريم، يعني كان دعا يعني قطاع الشباب والطلاب بالحزب الشيوعي اللبناني لمحاسبة المدراء التنفيذيين بالمصارف اللبنانية لوقف أمام وقفة احتجاجية على السياسة المالية والاقتصادية للمصارف أمام جمعية المصارف اللي نحن الآن متواجدين أمامها، وعشرات الأشخاص اللي عم بيشاركوا بهيدي الوقفة. نعم. اللي بدأت منذ قليل. طبعا يعني المشاركين بيأكدوا أنه هن مش هيدا التحرك منه التحرك الأول لألون، وهن إضافة إلى تحركات يعني المنتفضين والمتظاهرين بالثورة الشعبية. كان في تحركات كثيرة قدام مصرف لبنان، ولكن هن كقطاع الشباب كانوا دعيوا بالحزب الشيوعي لهذا التحرك. يعني كان في تلبية موجودين. المصرف مش على الفلاح، والمصرف مش على الفلاح. يا رياض عندي حزورة، يا رياض عندي حزورة. يا لبناني وينك وينك، يا لبناني وينك وينك. يا سلام مهندس داينر، يا سلام مهندس داينر. استمع للشعارات يلي عم بيتم يعني رفعها من قبل المحتجين امام جمعية المصارف. خليني استمع. اليوم هيدي الوقفة دعيتوا لها كقطاع الشباب وطلاب الحزب الشيوعي، يعني على جنب التظاهرات اللي عم يشاركوا فيها بالثورة. صحيح، هيدي الوقفة بس لفت النظر، هي بلشت على الساعة 3، فهلا هي يعني شارفت على الانتهاء. هي بلشنا اليوم الصبح بتحرك لمجموعة من المنتفضين بالدخول إلى المصارف الخاصة ببيروت بشكل خصوصي بالحمرة، والتوضيح للناس والزباين. وزعنا بيان معين بوضح كيف أن المصارف اللي بتمثلها جمعية المصارف ومصرف لبنان وهالسلطة السياسية هي اللي مسؤولة اليوم عن هذا الانهيار اللي نحن فتنا فيه، ومسؤولة عن نهب وكيف نهبت الطبقة العاملة والناس عبر الدين العام وخدمة الدين العام، وكيف رجع رياض سلامة عمل لهم الهندسات المالية لحتى المصارف يحققوا أرباح بمليارات الدولارات. من 2016 لهلا ربحوا أكثر من 12 مليار دولار على حساب أيضا الناس والموظفين والطبقة العاملة. توجه لهون هلا خصوصا على جمعية المصارف كان في خطوة زايدة، وهو المطالبة بالمحاسبة الفورية للمدراء التنفيذيين للمصارف اللبنانية اللي علقنا لهم صورهم مع كلمة مطلوب أو wanted على الهيدا، لكتير أسباب. أولا أنه هودي المصارف عم يكذبوا على العالم، يعني عم بخالفوا القوانين اللبنانية سيما قانون النقد والتسليف، عم يمتنعوا عن التعامل بالليرة اللبنانية ونحن بالجمهورية اللبنانية على الأرض اللبنانية، هذا مخالف للقانون. عم يفرضوا سقوف على السحوبات، يعني عم يحتجزوا أموال صغار المودعين، بينما كبار المودعين اللي نهبوا الشعب بيتحكموا بظهروا مصرياتهم لبرا وبيتحكموا مصرياتهم ما بنعرف كيف. ثالثا لانه استفادوا، نحن عم نطالب ايضا بالمصادره الفوريه للاموال والارباح اللي حققوها عبر الهندسات الماليه اللي عملها حاكم مصرف لبنان. عم نطالب ايضا باعاده هيكله او الغاء للدين العام اللي هو اثقل يعني عامل مكربج الاقتصاد حاليا، لانه نحن بلد دوله ثلث موازنتها كل سنه بروح انه بدنا ندفع خدمه دين عام لهالمصارف ولكبار المودعين. اللي عم نقوله هذا النموذج الاقتصادي عم يثبت اليوم بالارض الواقع انهياره، عدم قدرته على اعاده انتاج نفسه، النموذج عم ينهار، السلطه السياسيه غير قادره ان تقدم حل لانه هي مستفيده، لانه هودي المصارف هن بيملكوا نصها اذا مش كلها. هيدي السلطة هي عاجزة عن انها تدير الازمة، ولذلك بدنا سلطة من هالانتفاضة حريصة على مصالح الاقتصاد ككل والطبقات العاملة والناس تجي تدير هي الازمة تجنبنا الانهيار. شكرا لك. مثل ما عم نشوف بكاميرا الزميل محمد السمرة ريم، يعني الصور يلي وضعت يلي كان عم يحكي عنهم الان، وهي صور لرؤساء مجالس الادارة بالبنوك وغيرها، وحتى يعني المدراء التنفيذيين يلي عم نشوف وضعوا على حيط جمعية
المصارف لحتى يكونوا عم ينكتب مطلوب عليهم ومحاسبتهم، وايضا يسقط حكم المصرف اللي موجود على الارض. ليان اسمح لي، سنعود اليك طبعا في رسائل اخرى من امام جمعيه المصارف.